حدث يحمل الابكار الحجايج في مسارها، ومسافتنا هي 2 كيلومتر على بركة الله. نسير مع هذه الانطلاقة، نسير مع التحديات، نسير مع هذه الاندفاعة المميزة في تحديات. ثاني اشواط الابكار على التوالي على بركة الله. نتابع المقدمة ونتابع صدارة هذا الشوط. هناك من تحتل المقدمة سلطان بن الغي بن حميد الغفيلي على بداية هذا الشوط، ولكن هناك من الجانب الآخر تابع التغيير على بداية هذا الشوط. هناك سلهود سلطان بن حميد بجديد الفلاسي على مقدمة هذا الشوط، وثاني المراكز من خلال الشعار سلطان بن الغفيلي بن حميد الغفيلي على المركز الثاني والمركز الثالث. التدخل من هذا الشعار، هناك رواية مبارك بن محمد بن قطامي السويدي من غير مع بداية هذا الشوط، من غير مع المسار، ولكن نتابع رابع المراكز. هناك الله صفوة، هناك صفوة على المركز الرابع، زايد بن سعيد بن زايد المزروعي على المركز الرابع والمركز الخامس. وتابع الدخول وتابع الشاهنية، حارب بن محمد بن حمد الاجتبي من يقدم لنا هنا. الله يا سلام، هذا الاسم المميز وهذا الانطلاق، ولكن البداية وين والصدارة وين على مقدمة هذا الشوط؟ لا زالت رواية، لا زالت رواية تروي أمور هذا الشوط، تروي وحكايات هذا الشوط على مقدمة هذا الشوط مع مبارك بن محمد بن قطامي السويدي من يقدم لنا رواية. ولكن ثاني المراكز، هناك الشاهنية، حارب بن محمد بن حميد الاجتبي على المركز الثاني والمركز الثالث. وتابع المركز الثالث، هناك سلودة مبارك بن محمد بن مبارك بن سعيد المهيلي على المركز الثالث والمركز الرابع. وتابع الدخول وتابع الشاهنية، محمد بن خليفة بن باللهوم المهيري ايضا من يتابع، ولكن ارصد للتغيير، ارصد للتغيير على مقدمة هذا الشوط مع الشاهنية، حارب بن محمد بن حمد الاجتبي من يقدم لنا الشاهنية على مقدمة هذا الشوط وعلى صدارة هذا الشوط. البداية الشاهنية والصدارة الشاهنية مع 200 متر اخيرة الشاهنية على بداية هذا الشوط وعلى صدارة هذا الشوط. يا سلام، حارب بن محمد بن حمد الاجتبي من يقدم لنا الشاهنية في هذا المسار. تهانينا والناموس حارب بن محمد بن حمد الاجتبي على فوز الشاهنية بالمركز الاول وبصدارة هذا الشوط. ثاني المراكز، المركز الثاني سلهود مبارك بن محمد بن مبارك بن سعيد المهيري، والمركز الثالث المركز الثالث مع الشاهنية محمد بن خليفة المهيري. هكذا النتيجة لثلاثة المراكز المتقدمة. عود بالتهنية مشاهدينا الأعزاء، حارب بن محمد بن حمد الاجتبي على فوز الشاهنية بالمركز الأول. تهنينا والناموس.